دوك 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 والله عاشت ايدك. السلام عليكم، وياكم الشيف سالم عبيدي وهذا الشيف انا الصلاح. اليوم راح نسوي لكم طبقين صحيات، واحد مني وواحد من عندي من نفس المكونات. الطبق مالتي سلطه السيزر بالدجاج، والطبق مالتي سندويشه ايضا بالدجاج بطريقه صحيه، واثنينهم نفس المكونات، فخليكم ويانا. أول شيء نحضر صدر الدجاج، وهذا وزنه 125 غرام، وهاي الزوائد من عنده راح نوخرها ما نحتاجها. وهسه أصدقائي لما راح نقصه ما أقصه كله، بس أشرحه من النص. وهسه هنا راح نملحه على الجهتين طبعا. ونجيب أيضا شنو بعد وياه؟ فلفل أبيض، وأيضا من الجهتين، ودائما اللحوم ما تتبلها على الجهتين طلع طعمه طيب. وهسه راح نجيب هنا زيت زيتون من شركة ليوبارت، طبعا هذا زيت زيتون طعمه كلش طيب، انصحكم به. هسه بعد ما دهناه بهذا الشكل راح الجهتين طبعا نسويهن. طبعا هنا هسه نجي نقلي الطاولة، لازم تكون حارة نار وما بيها قطرة زيت، لان حطينا زيت الزيتون على الدجاج واريد هذا الصوت يطلع. شفتوا الصوت هذا؟ لما يطلع معناته الدجاج راح يتقلى، ما راح ينسلق. اوكي زين، هسه شوفوا الحواف ما تصارت بيض، من شوفوا معناتها شنو؟ الامور تمام واستوى هاي الصفحه. راح احوله على الجهه الثانيه وشوفوا الخطوط شلون حلوه طالعه رهيبه. بعد مرور دقيقتين استويت، نصيت النار عليه وغطيته حتى يستوي استواء كامل. هسه صار عندي بعد تقريبا 3 دقائق، كل صفحه 3 دقائق 3 دقائق ونص. باع 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 باع، هو هذا المطلوب يا بي. تبا هذا شو صاير؟ قلب الحب يا بي. دق 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 دق. وهسه هنا نجي نستخدم الخبز الاسمر اللي هو التوست. هذا توست اسمر راح نقطعه وراح نخليه بالطاوه نحمصه فقط تحميصه، يعني شنو؟ من دون زيت، هذا صحي وبيبروتين كلش عالي. زين، هسه هنا الطاوة عندنا حارة من دون أي زيت من دون أي شيء، نجيب نحط التوست بيها، ومثل ما قلت لكم التوست الأسمر هذا دا استخدم. هسه نجي نسوي سلطة صوص السيزر، طبعا هو يختلف عن هاي الطريقة، بس أنا دا أسويها بطريقتي حتى تكون صحية. راح نستخدم لبن أكتيفيا اللي هو يجي 1.5 نسبة دهون مالته، أو لبن عادي هل متوفر عندكم. أنا راح أستخدم الأكتيفيا، راح نخلي قلاصين من هذا الصغار، وبالإضافة هنا هسه راح نحتاج إلى ليمونة نص وحدة نعصرها. وهسه نجيب هنا فلفل أبيض، وبالإضافة إلى شوية خل أبيض، وهاي المكونات راح تلقوها موجودة في صندوق الوصف. طبعا هسه هنا تنتبهوا لي على التوست، مو تنسوا دائما نقلبه احنا، ليش؟ حتى لا يحترق ويستوي من جميع الاتجاهات. هسه نرجع على السلطة مالتنا، راح نحط لها ملح بعد ما حطينا الفلفل الابيض والخل والملح واللبن. هسه راح نستخدم نعناع فريش، او تستخدمون نعناع يابس هل متوفر عندكم. زين، هسه بعد ما خلصنا وكملنا نجيب هنا عندنا خردل احط وياها، راح تعطيها نكهه كلش طيبه. نخلطها خلطه من هاي الزينه، خلصنا من عندها. هسه نروح على التوست، نرجع له راح نجيب جبن بارميزان، طبعا يعطي نكهه كلش طيبه هذا البارميزان، ونقلبه من الجهتين هال التوست، ونخليه ايضا مره ثانيه جبن بارميزان. السلطه مال سيزر لازم يكون وياها خس، طبعا الخس العادي اللي نستخدمه احنا مغسول ومنظف وجاهز، راح نقطعه بهذا الشكل، لازم نقطعه خشن. هي هاي السلطه تتميز انه لازم نقطعه خشن. زين، نخليها بالطاسه مالتنا، وهسه نجيب شويه من اللبن اللي سويناه احنا الصوص. ونجيب هنا نحركه، وبعد ما حركناه هسه راح اضيف الخبز اللي ضفته هسه، حتى راسا ياكله ما اريده ياخذ مكونات من الصلصه ويصير عندكم لين، لازم يكون مقرمش. نجيب صدر الدجاج ايضا، ونفس الصلصه اللي سويناها مال اللبن راح نسويه بهذا الشكل على الجهتين. طريقته جدا سهله وما ياخذ اي وقت. زين، هسه نجيب ايضا جبن بارميزان، طبعا اذا متوفر عندكم بس هو اساسي. اوكي، وهسه نقطعه بهذا الشكل، وهسه صار عندي كل شيء جاهز. تعالوا على التقديم. بهذا الشكل نخلي بالوسط طبعا، وهاي انتم بكيفكم التقديم، شلون ما تريدون سووه سووه، هاي طريقتي انا بالتقديم.
راح نجيب جبن بارميزان ايضا فوقه برش، وهسه نجيب صدر الدجاج انا اخلي دائما صفح اها بهذا الشكل حلو تمام. وهسه نجيب فجل، عدي فجل شويه بفيتامينات، وهنا عندنا الجوز نكملها بيه، وراح يطلع عندنا طبق ببروتين عالي وفيتامينات رهيبه. وهسه طبقنا صار جاهز، شوفوا شلون، طبعا مليان فيتامينات بروتين عالي، حتى اهل الحديد واللي يسوون ريجيم ايضا ياخذون من عنده. وهذا طبق شيف انس، طبعا راح ينزل بقناته، شوفوا ايضا موجود بصندوق الوصف، وتعالوا هسه نجرب الطبق. وهسه اصدقائي كمل مالتي الطبق، وتعالوا خلوا نبوقه نشوف شلونه. هلا هلا دباع الدجاج وباع وباعتس، وشو عندك هذا الجوز همين، بس باعوا شلونه متكامله هاي، نقول بسم الله. ويلي يابا والله مشهد للامانه يعني صدق المهم فشي خيال، عاشت ايدك. نقول بسم الله يعني صدق عاشت بسم الله. اي والله عاشت ايدك. يلا هلا الصوت يا ابو الف عافيه. يا ابو الف عافيه مو طبيعي والله طعم يمكن اطيب صوره تاكلوها هي هاي راح تسووها. هو انا اصلا يعني دا احس للامانه دا احس بالطعم لان حافظ المكونات، فيعني يعني صدق رهيبه. حبيبي تسلم الله يعافيك، شكرا لك انس، ما شاء الله عليك مبدع، واتمنى من عندي مشتركيني ايضا يروحون لك ويزورون قناتك، لان قناتك كلش حلوه، واي واحد من عندكم ما مشتركه قناته خليه يشترك ايضا. طبعا والله يا ريت شوفوا يعني بصراحه شيف سنان لحظه أيوه. والله محتاج دعمكم للامانه يعني ان شاء الله 100% يقصرون. اذا قدرتوا تدعموني كلش ممنون من عندكم. ما يقصرون اكيد 100%، قناته بس اكتبوا شيف انس صلاح بكل مواقع التواصل الاجتماعي راح تلقوه اكيد، وانا راح احط لكم اياه بصندوق الوصف، بس لا تروحون هسه من يمي، لا تعالوا شوفوا الفيديو مالته، تعالوا اراويكم اياه، تلقوه بصندوق الوصف، كملوا السندويشه اللي سواها نفس المكونات بس على طريقه السندويشه بغير شكل، انصحكم تروحون تتابعوها. شكرا للمتابعه، تحياتي لكم، شكرا شيف انس، كلمه لك هسه. حبيبي شكرا جزيلا لك، كل سعيد بالاستضافه، ان شاء الله نقدم شيء مميز وينال رضاك المتابعين. شكرا لك، شكرا لوقتك، وتحياتنا لكم جميعا. شكرا، تحياتنا، مع الف سلامه، باي باي. مو تنسون متابعتي بالقناه. لا لا اكيد 100%، هسه راح تمام، شكرا جزيلا، مع السلامه، باي باي. باي باي. باي باي.